أول حاجة أحب جميع الفنانين الحاضرين على التحفة الفنية اللي قدموا لنا، هو واحد المشروع اللي كيشرفنا كمغاربة، ولكن تزامنا مع طرح الأغنية وخروجها للسوق خرجوا بزاف ديال الكواليس على الخلافات وما وراء تصوير العمل. أظن جاوب عليه لا جاوب على أمينة كسكندر. لا خليك من السؤال ديالي أفوس، واش ما كانتش مغامرة من رضوان أنه يجمع فنانين اللي هما على خلاف منذ سنوات في عمل واحد؟ على خلاف منذ سنوات في عمل واحد جمعوا، واش هذا الشيء ما كانش كان ممكن أنه يشكل مشكل في نجاح العمل؟ وشكرا. أظن أمينة كسكندر جاوب على السؤال في الأول. شوف أول حاجة بعدا أنا ما فراسيش هذا الخلاف هذا، وملي كتحضر رياض المغرب ما كيبقى لا خلاف لا حتى حاجة، كتبقى حب الوطن. ونقول لك أمينوكس جاوب على القضية اللي قلتي لي كاين شي خلافات. السلام عليكم، تحية لمنبر إكسبريس. بالنسبة لهذ الأمور اللي قلتي حنا براسنا تفاجأنا وحنا تنقراوها على الميديا، دونك بزاف الناس بارطاجوا معنا دي زارتيكل بحال هادو، هادشي ما عنده حتى شي صحة وما عنده حتى شي علاقة بالواقع اللي كنا كنشوفو. كنا كنشوفو فنانة اللي متحدين، فنانة اللي فرحانين، اللي موتيفي، وكل واحد كيعطي فكرة باش الأغنية تطلع زوينة. رضوان حط اللحن والفنانة لدرجة أنهم كانوا مرتاحين في أغنية، أن كل واحد زاد على ذاك اللحن شي حاجة، يعني مثلا أسمع أغنات في البريتش، أنا زدت واحد الحاجة في الرفران، دوزي، حاتيم، كاع الفنانة كانوا مرتاحين، كنا خدامين. زعما ما كنقولكش لغة الخشب، ولكن زعما أي مينت الفنانة كانوا مرتاحين وفرحانين لأن هذا العمل كيمثل هذه الراية هذه. دونك حنا ما شفناش هذا الخلاف، ما بانش، ربما لأنه ملي تيكونوا الجنود هازين الراية ديالهم حتى واحد ما كيفكر في مصلحته، كنفكروا في مصلحة الوطن. دونك حنا كنا جنود في هذا العمل الغنائي، وكنوجه تحية لأي فنان كان معنا في هذا العمل. شكرا. هذه في حالة ما إذا كان شي خلاف. اما احنا انا ما شفناش احمر ابوالي. جواب واضح. سؤال لحاتم عمور، لا جات على خاطرك، كنت بغيت نسولك واش ممكن نشوفوك في عمل كيجمعك انت وفلان الدوزي مستقبلا؟ علاش لا؟ علاش لا؟ افيك ان غون بليزير. كل عمل عنده يعني اضافه بالنسبه لنا احنا بجوج ولبنا، علاش لا؟ بيان سور. ها هو جمعنا عمل اليوم، يقدر عاوتاني يجمعنا ان شاء الله. شكرا حاجي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.